المستند باين شباب. الو، باين دكتور، على علي صوتك مسامع والله. باين باين مبين دكتور باين الرسمات. مبين دكتور. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stop recording. Okay. اوكي، اليوم ما راح اخذ حضور غياب طبعا ان شاء الله. بنات ليله القدر امبارح ولا ما حدش احياء باللي قاعدين؟ طيب المهم، نستعرض بعض الاسئله. ان اي جي يعني مهندس خليدس بروف ذات ام سي تساوي ام دبليو، ام سي تساوي ام دبليو، اي ام دبليو واي ام سي. هذول بعض الأسئلة طبعا في إقليدس، حيث أن هاي المركز أو. طبعا اللي بده يجي هون، طالما هذا قطر إذا الزاوية هاي المحيطية 90 درجة. هل هاي 90 سي 90 وإكس 90 زي ما تشافين؟ إذا هذا شكل سي اي إكس W is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. وبالتالي ثيتا تساوي ألفا، خصائص الشكل الرباعي الدائري. ثيتا تساوي ألفا. طبعا الثيتا والألفا هما مقاييس الزوايا وليست الزوايا. ولكن بيتا زاوية مشكلة من مماس ووتر، مماس ووتر. إذن بيتا هاي أيضا تساوي المحيطية ألفا. بيتا تساوي إيش؟ المحيطية ألفا. وبالتالي بيتا تساوي ثيتا وهو المطلوب. طبعا بيتا تساوي ثيتا يعني آسوس المثلث. هاي إثبات قصير جدا، فقط اعتماد على مين؟ على الشكل الرباعي الدائري. إن إيجي أيضا إن ذا فيجر هون الثيتا قديش بتساوي؟ هاي عندك مماس وهون مماس، قديش الزاوية بتحصل؟ حيث أن هذا الشكل ريجولار بنتاغون. بنتاغون يعني إيش؟ خماسي منتظم. الهكساغون سداسي منتظم. طيب هلا نستعرض الوضع بشكل عام. شكل نوني منتظم قديش زاوية رأسه؟ بغض النظر دائرة أو مش دائرة. هلا هون وصل مع المحيط مع الفيرتسيز، بصير عندك كم زاوية؟ نون من الزوايا المركزية.
وكم مثلث عندك؟ برضو نون من المثلثات. مجموع زوايا المثلثات كل واحد 180، إذا صاروا 180 في نون، أي 180 في نون. جيم مجموع زوايا اللي بتشكل إيش؟ الرأس، هاي 360 درجة جيمهم، بتصير الزوايا اللي على المحيط اللي عند الرؤوس 180 نون ناقص 360. هلا هدول بدهم يتوزعوا بالتساوي، لانه بقول ريجولر، اذا نقسمهم على نون بيطلع زاويه الراس. طبعا قسم بصير 180 ضرب 1 ناقص 2 على نون. هاي هي ايش؟ قانون زاويه الراس. طبعا اقل قيمه لنون 3، مثلث مساوي الاضلاع. قد ايه زاويته؟ 180 في 1 ناقص 2 على 3، 1 ناقص ثلثين يعني ثلث، ثلث ال 180 يعني 60 درجة، وهذا اللي بنعرفه، مثلث متساوي الأضلاع زاوية رأسه 60 درجة في إقليدس. طبعا شكل نون تساوي 4، مضلع رباعي منتظم، عبارة عن ايش؟ سكوير، عبارة عن مربع. شو زاوية المربع؟ 1 ناقص 2 على 4. نون عدد اضلاع الشكل، 1 ناقص ربعين يعني نص، نص ال 180 90 درجة زاوية رأس المربع في إقليدس. وهكذا وهكذا. احنا عندنا قديش؟ خماسي. اذا 2 على 5، 1 ناقص 50 اللي 3 اخماس ال 180. هاي 3 اخماس ال 180 وساوي 108. اذا زاويه الشكل الخماس المنتظم 108. طيب هلا الزاويه، السداس المنتظم بدك تحط النون 6، والجواب بيطلع 120. الزاوية المركزية المقابلة لدي سي هي 360 على 5، في حال الخماس المنتظم 360 بدك تتوزع على 5 قطع متساوية، وبالتالي 360 على 5 تساوي 72 درجة. هاي الزاوية المركزية 72، وكمل وكمل. 72 راحت، مثلث متساوي ساقين، شو بضل؟ بضل هاي وهاي، 180 ناقص 72 قسم على 2 بتطلع زاوية القاعدة قديش؟ 72. هلا الشكل هذا رباعي دائري، طبعا هذا نص القطر وهي مماس، وهذا نص القطر وهي مماس، 90 و90 180. اذا الشكل هذا اللي هو دبليو سي او سي دبليو دي، هذا رباعي دائري 90 و90 180 قبال بعض. اذا هاي مع هاي ايضا 180. زاوية الرأس طلعتها قبل شوي اللي 72، شو بضل الثاني؟ 180 ناقص 72 وساوي 108. إذن هاي الزاوية قيمتها 108. واضح كلام شباب؟ هاي بدها شوية كومبيناتوريال، يعني بدها مفهوم بال شو اسمه بالتوفيق بالكذا، شغلة زي
بنيجي لهاي. واضحة الصورة شباب؟ ألو؟ اه واضحة دكتور. أوكي. إن إي جي قديش قيمة الإكس؟ أعطانا إيرفين بين ممسين ثم وصل زاوية محيطية ونزل عمود من بي على وين؟ على الوتر هذا إي دي. بده الزاوية صغيرة هاي إكس، قديش قيمتها؟ العمل نصل مع المركز، فهاي 90 وهاي 90 بين نص القطر والمماس. طيب اذا مجموع هذول قبال بعض 180، راح منهم 40 ضل 140. الزاوية المركزية مقياسها 140، فالمحيطية المشتركة معها في نفس القوس دي بي نص ال 140 يعني 70. هاي كونها 70 وهاي 90 واحنا في اقليدس، فمجموع مقاييس زوايا المثلث 180، راح 90 وراح 70 ضل 20 انتهت. يعني ممكن واحد يشكل سؤال ضع دائرة، يحط لك مرة 20 30 40 وتنقي الجواب الصح. أنا ما بهمني أحط سؤال بقدر ما بهمني إيش الحل. واضح تفكير الطالب؟ يعني أنا ما بستخدم إلا القوانين اللي أخذتوها. بالمناسبة هذه مسائل صف عاشر أظن أو إعدادي. Let A B C D be a quadrilateral. أيوه جينا للجد ان شاء الله عاد صحيته. هاي عندي شكل رباعي، ما قال لي دائري ولا محدب ولا ولا ولا. واخذنا ام وان واي واف ميد بوينتس اوف ذا سايدز على الترتيب على التوالي. هيهم كما في الشكل. بعض الاحيان مش شرط احط لك الشكل، انت لازم ترسمه. Let O be an interior point of كذا كذا. أخذنا نقطة في الداخل، ما قال لي الأو قريبة هون قريبة هون، حيالله نقطة. Show that، شو بقول لي؟ أثبت أن the sum of the quadrilateral region area هدول AMOF AMOF هذا المظلل مع المظلل اللي قباله، بقول لي اثبت انه مجموع هذول المساحات تشكل نص الرباعي. Half of the area of ABCD بغض النظر عن النقطة O، سواء اخذت النقطة O هون او هون او هون او هون، بضل مجموع التنتين اللي قبال بعض النص. طيب بدنا نثبتها بشكل عام، مبنية على ما يلي: مساحة المثلث نص القاعدة بالارتفاع. فلو أخذنا مثلا أو سي بي هذا المثلث، هاي نقطة النص، إذا A 5 قد الـ A 6، الـ A تمثل مساحة. ليه؟ القاعدة تساوي القاعدة والارتفاع قد الارتفاع، نزل الارتفاع، فهي ارتفاع للمثلث الأول والثاني سواء، إذن المساحة قد المساحة. فمستندين على هالنظرية هاي بصير عندي ما يلي: A1 قد الـ A2 هاي نقطة النص، و A3 قد الـ A4 نقطة النص، و A5 قد الـ A6 نقطة النص، و A7 قد الـ A8 نقطة النص. فردي زوجي فردي زوجي، إذا مجموع الفرديات قد الزوجيات. وين الفرديات؟ A1 و A5
وA خمسة وA سبعة، A1 وA ثلاثة آسف، A1 وA ثلاثة وA خمسة وA سبعة، هذول إقبال بعض يساوي الزوجيات A2 وA6 وA4 وA8 برضو إقبال بعض. إذا مجموع الثنتين هذول قد الثنتين الثانيات. اوكي، ولكن كل دول يمثلوا مساحة مين؟ الشكل الرباعي، هاي بوستريت بوستريت، وبالتالي مجموع الفرديات يساوي الزوجيات ويساوي نصف مساحة الشكل الرباعي. انتهت. تطبيق على ما حصل، هاي عندي نقطة النص 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 النص، إذا كانت هاي 22 مساحتها، فهاي 28 الأرض وهاي 16، فكم مساحة إكس؟ هاي سؤال، وما بتوقع هذا يأخذ منك أكثر من دقيقة. ليش؟ فقط 28 زائد 16 يساوي 22 زائد اكس، ومن الاكس 22 22 44 في 2 88 مساحة المضلع الرباعي. يعني واضح الأسئلة هاي؟ طبعا ممكن الواحد يتفنن يحطوا لك اكس تساوي 20 21 22 23 و none of the above ونقي الجواب. شو افرقت عندي؟ ما افرقت، بحله بطلع 22 بحط الجواب الصح، خلصت. مش دائما احط none of the above، لا. هاي عندي شكل رباعي آخر A B C D، في القطرين بتقاطع بO بحيث إنه O A O congruent مع O D، قد بعض بالطول، والB O قد الO C، هاي قد هاي. شو بده؟ خلينا نشوف شو بده. Show that A, B, C, D is cyclic. A, B, C, D cyclic. تنشو. هاي سميها X. إذن هاي X. هاي سميها Y. إذن هاي Y. خلي بالك بجوز انا خربطت في البدايه، عند الضلع او اي قد الاو بي، من هاي ثيتا وهاي ثيتا قد بعض، عند الاو دي سميتها واي قد الاو سي سميتها واي، اذا هاي الفا وهاي الفا. فاذا طبقت المثلثين او اي دي هذا اللي فوق مع اللي تحت، شوفيهم X قد ال X وال Y قد ال Y والزاوية هاي vertical angles، تقابل بالرأس، ينطبق عن وجود side angle side، وينتج من التطابق أن الزاوية هاي congruent مع هاي، هاي شايفين هاي الزاوية DAC مع DBC، ولكنهم على نفس الجهة من الضلع سي دي، إذا الشكل عندي رباعي دائري، هاي خواص الرباعي الدائري، زاويتين كونجروانت وبنفس الجهة من خط مستقيم، هذا يمثل وتر لاحقا.
طبعا أخذنا في هندسة إقليدس إذا مثلثين تشابها then نسبة الأريا بيناتهم كالنسبة بين الأضلاع المتناظرة تربيع، لا تنسوا، بينما الهايت للمثلث الأول إلى الهايت للمثلث الثاني كالنسبة بين الأضلاع العادية، وهي أيضا كالنسبة بين البارامتر للأول إلى البارامتر للثاني، محيط للمحيط. سؤال: show that in EG M and EF is a parallelogram having half regional area of ABCD. شو اللي سوينا؟ شكل رباعي، حيلا شكل رباعي. منتصف 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 منتصف، وصلنا المنتصفات الأضلاع. السؤال أثبت أنه هذا الشكل الناتج هو متوازي أضلاع parallelogram، ومساحته تساوي نصف مساحة الرباعي الأصلي ABCD. هذا وين؟ بالEG؟ بالHG ماكو area، ما في area، في defect بحل عن الاريا، بديل، مش انه هو نفسه الاريا، لا غلط، بديل. طيب كيف بالنسبه لذلك؟ هلا ام اف خط واصل بين منتصفي ضلعين بالمثلث اي بي دي، اذا يوازي الضلع الثالث ويساوي نصفه من حيث الطول. ايضا اي ان ضلع واصل بين منتصفي ضلعين في المثلث سي بي دي، اذا يوازي القاعده ويساوي نصفها، اذا اصبح الان اي نص الدي بي، والاف ام ايضا نص الدي بي ويوازي طبعا. إذن اف ام تساوي اي ان من حيث الطول قد بعض، وكلاهما يوازي هاي، والتوازي ترانسيتيف عندي بي جي طبعا. إذن اف ام ايضا توازي وين؟ الاي ان. إذن اصبح الضلعين هذول متقابلين متوازيين وكونجروانت، وهاي خاصية مين؟ متوازي الأضلاع. إذا توازوا ضلعين متقابلين وتساويا في الطول كان الشكل متوازي أضلاع. أخذنا النظرية، خلصت، هي أثبتت أنه متوازي أضلاع. نيجي للمساحات. للمساحات هلا نسبة مساحة AMF إلى المثلث الكبير، مساحة مثلث كبير كنسبة AM على AB الكل تربيع. هاي النظرية قبل شوي أو أخذناها سابقا بس أتذكركم فيها. هلا AM إلى AB كنسبة واحد إلى اثنين تربيع، يعني الربع. إذا هذا المثلث مساحته الربع للمثلث هذا. طيب هذا المثلث التحتاني بنفس الطريقة مساحته تمثل الربع من المثلث التحتاني سي بي دي. اجمعوهم مع بعض. إذا المثلثين هذول اللي قبال بعض مساحتهم ربع المثلث اللي فوق مع ربع المثلث اللي تحت. طلع الربع عامل مشترك، بضل المثلث اللي فوق
مع المثلث اللي تحت ألا وهو مساحة الشكل الرباعي. هاي حسب بوسترة، أخذناها البوسترة في المساحة. إذن هذا وهذا نص، مش أسف، مش ربع الرباعي كله. بالمثل هذا وهذا أيضا ربع إيش؟ الشكل الرباعي. فاجمعوا لي إياهم، هاي وهاي وهاي وهاي، بده يطلع عندي ربع الشكل الرباعي مع ربع الشكل الرباعي، ألا وهو نصف الشكل الرباعي. نصف الشكل الرباعي، إذا مجموع هدول المظللين نصف الشكل الكلي A B C D، وبالتالي بضل المتوازي الأضلاع يمثل إيش؟ نصف متوازي الأضلاع الآخر. يعني لو مضلع أعطيتك مساحته 20، كان المتوازي الأضلاع 10. هل هذا تعميم لما قبله؟ وإجا في امتحان، أظن امتحان نهائي، جبته في امتحان نهائي. هذا سؤال جبته في امتحان نهائي. شو بقول السؤال هذا؟ بقول عندي حيلا شكل رباعي، عندي حيلا شكل رباعي في إقليدس. ما إذا ما عطيت إقليدس ورطة ورطة، ولا بقدر أتحرك. عند الأم والأن والإي والأف كما تشاهدون، بحيث أنه نسبة A أم إلى أم B هي أم على أن، وA أن على أن D أيضا أم على أن، وسي اف على اف بي ايضا ام على ان، وسي اي على اي دي كنسبة ام على ان نفس النسبة. 2/5 وين ما رحت. السؤال بقول لك اثبت انه هذا الشكل متوازي اضلاع ام ان اي اف، متوازي اضلاع، وقديش مساحته بالنسبة لمين؟ مساحة الشكل الرباعي الأصلي. فهذا تعميم للسؤال اللي قبل شوي. اللي قبل شوي كان نسبة 1:1، الأم 1 والأن 1. هلا لا، بشكل عام أم الأن. طيب شو إثباته؟ نشوف. هلا نسبة AM إلى AB كنسبة M على M زائد N، AN إلى AD كنسبة M على M زائد N. إذا هدول النسبتين قد بعض، AM على AB قد الـ AN على إيش؟ AD. هلا الزاوية المحصورة بين الضلعين في المثلث الصغير هي A، وبالمثلث الكبير هي ايش؟ برضو ايه. اذن سايد انجل سايد بعطيني تشابه المثلثين الصغير مع الكبير، تشابه، ما بقول تطابق لا. وبالتالي الزاوية هاي، إذا هدول متشابهين المثلث الصغير مع الكبير، يعني الزاوية هاي اللي الإقبال AM قد الإقبال AB، هاي ثيتا وهاي ثيتا. إذا الضلعين هدول متوازيين، متوازيين، ونسبة NM
إلى دي بي كنسبة أم إلى أم زائد أم. هذه النسبة. طيب نفس الشيء تعال تحت سي اف على سي بي كنسبة ام الى ام زائد ام، سي اي الى سي دي كنسبة ام على ام زائد ام، والسي مشتركة للمثلثين الصغير والكبير، اذا المثلث الصغير سي اف اي والمثلث سي بي دي سيميلر ان اي جي، يعني هاي الزاوية قد الزاوية هاي، وبالتالي الضلع هذا يوازي الضلع هذا، وإي أف إلى دي بي كنسبة أم إلى أم زائد أم. إذن هذا يوازي ذاك وهذا يوازي ذاك، إذن هذا يوازي هذا، وطالما هذا على هذا يساوي ام على ام زائد ان، وهذا على هذا ام على ام زائد على ان، اذا هذا ايضا يساوي هذا بالطول، اذا ضلعين متقابلين congruent ومتوازيين، اذا الشكل متوازي اضلاع، متوازي اضلاع، هاي اثبات انه متوازي الاضلاع. هلا بنيجي لمين؟ للمساحة. المساحة المثلث الصغير AMN إلى المثلث الكبير ABD كنسبة M على M زائد N الكل تربيع. طبقنا نفس النظرية اللي معلقين عليها قبل شوي. أيضا المثلث الصغير على المثلث الكبير كنسبة أم على أم زائد أم تربيع، اجمعوهم اثنين وطلع الأم على أم زائد أم تربيع. أنا هاي شاغلها، وين راحت هاي؟ جمعت المثلثين وطلعت أم على أم زائد أم تربيع، وهلا مجموع المثلثين الكبار شو بعطيك؟ مساحة الشكل الرباعي. هاي إذا المثلثين هذول الصغار لقبال بعض يساوي هيك مساحتها من الشكل الرباعي. سيميلارلي إذا أجينا للمثلثين الثانيين وين راحوا؟ هذا وذاك، هذا وذاك أيضا بده يطلع إيش؟ بده يطلع N على N زائد M، خلي بالك انعكست النسبة، N على ان زائد ام تربيع من مساحة الشكل الرباعي. هاي انعكس صارت ان على ان زائد ام. اجمعهم كلهم للاربع مثلثات، ها واحد اثنين ثلاث اربعة صغار، اجمع هدول مع بعض لانه هذا الشكل كومون، كومون فاكتور، بضل عندي ام تربيع زائد ام تربيع على ام زائد ام الكل تربيع. شو يبقى للمتوازي اضلاع؟ واحد ناقص ويساوي، طبعا لما تيجي تفك هاي بصير اثنين ام ان على ام زائد ام الكل تربيع من الشكل الرباعي. طبعا قسمهم هاي على هاي بتطلع النسبه قديش؟ 2 ام ان على ام زائد ان الكل تربيع، هاي هي النسبة. طبعا حط الام والان زي ما بدك ما تفرق، لو حطينا الام 2 والان 5، 2 في 5 10، في 2 20، 20 على قد ايه؟ على 7 تربيع، على 49، 20 على 49 يعني اقل من نص بشوي. هذه مساحه المتوازي الاضلاع. غير زي ما بدك وبدل، حط الام واحد والان واحد، بعطيك السؤال اللي قبل شوي الريشو شو بتطلع؟
أم واحد أن واحد 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 تربيع أربعة مع اثنين بصير اثنين على أربعة نص. هذا اللي طلع معي صح؟ واضح النقطة هاي؟ هذا سؤال كان في امتحان سابق طبعا، مش لما كنا أونلاين، لا لما كنا وجها لوجه. سؤال آخر، ها يا حسام، حسام أبو طربوش. If the triangles ABC مع EFG are equivalent triangles when in HG، أنا ناسي أحط، حطوها أنتو. In HG، لا هو أصلا مش محطوطة، مش شرط أحطها لأنه فكرة الإكوفلنت مستخدمة فقط في الـ HG، زي الديفكت، زي السكاري، زي اللامبرت، كله بالـ HG. عشان هيك أنا مش حاطط إنه HG بصراحة. فقال لي هدول مثلثين إكوفلنت، طلع لي قيمة الإكس. بسيطة، في نظرية 9 صفحة 277 شو بتقول؟ Two triangles having the same defect if and only if they are equivalent. إذا طالما قال لي هدول التنتين equivalent، إذا الديفكت للأول قد الديفكت للثاني، وبالتالي مجموع مقاييس زوايا المثلث الأول قد مجموع مقاييس زوايا المثلث الثاني. طيب قديش مجموع هاي؟ 50 و 68 و 60، مجموع هاي 58 و 60 واكس، ومنها بطلع قيمة الاكس اللي بتطلع قديش؟ 60 بي. هي طبعا الجواب طلع معي بي، ما في داعي ان افحص السي والدي والابصر ايش، خلص طلع الجواب بي انتهى خلص. طبعا هاي النظرية قلت لك مطلوبة منك دون إثبات، هاي النظرية هاي Two triangles have the same defect if and only if they are equivalent، اللي مطلوب منكو إثباتها وجبتها في الامتحان أظن السابق، إنه إذا كان لهم نفس الديفكت وضلع قد ضلع then they are equivalent، هاي مطلوب برهانة. أما الأعم فبرهانة معقد وقلت لك مسامحك فيه. سؤال آخر، if the sum of the measures of angles of triangle are the same number C for all triangles then see which one. طبعا هاي أثبتها خلال الزوم، تطلع السي هاي تساوي 180. هيا هاي الجواب، هاي تم اثباتها سابقا عشان هيك ما حطيت حل لها. واخيرا ثيرم اف اي سي بي دي، هاي اذا الزاويه هاي قد هاي فبيطلع عندك شكل رباعي دائري، هاي نظريه بستند الى دائما وابدا. ليش؟ هلا دي سي وبي مثلث، بقدر ارسم دائره حول رؤوسه في اقليدس. خليني اقول انه قطعت ضلع اي دي في اي، المطلوب اثبات انه الاي والاي منطبقان، الاي والاي منطبقان. افرض لا، هلا كون البي سي دي اي رباعي دائري، ما هي راسم لك الدائره، اذا بيتا قد القامه، اذا بيتا قد القامه محيطيات على الدي سي هي. ولكن بالفرض البيتا قد الالفا،
إذا صارت الجاما قد الألفا وهذا مستحيل. ليش؟ exterior angle theorem. هاي ما بصير تكون تساوي هاي أكبر منها. هذا الكونتراديكشن من فين؟ من إنه الإي مش منطبقة عن الإي وخلصت. ونراكم الحصة القادمة بعد العيد. كل سنة وأنتم سالمين. وأنت سالم دكتور. يلا السلام عليكم.